واش اكشن ولا ما اكشنز؟ ايت راديو كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشتكم بزاف. انا فوجدة اليوم اول مره كنشارك في هذا المهرجان، انا فرحان بزاف اللي مشارك في هذا المهرجان. ما تسنيش الجمهور غادي يتجاوب معايا، الحمد لله كان استقبال زوين. ثانك يو سو ماتش. الجديد ما بقى له والو، ان شاء الله ديسمبر غادي تكون اغنيه جديده، نتمنى تعجبكم. ثانك يو سو ماتش ايت راديو، راك ربحتي.